السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنكمل عن الـ OSI Model. اتكلمنا على أربع Layers اللي هم الـ Application Layer, Presentation, Session, Transport Layer. وآخر شيء اتكلمنا إنه لما نتصل إلى الـ Transport Layer يتم إضافة Header اللي هي Transport Header. في شغلات كثيرة اللي اتكلمنا عنه بالتفصيل هو الـ Source Port والـ Destination Port. يتم تغليف هذه الـ Data كلها وتسمى Segment. الآن نتكلم على الـ Layer اللي وراها اللي هي الـ Network Layer. نتورك لاير يتم إضافة فوق الداتا اللي كانت موجودة ترانسبورت هيدر, يتم إضافة حاجة يسموها نتورك هيدر. النتورك هيدر هذا لما يتم إضافته يسمى بعدين يسمى باكت, بدل سيجمنت يصبح الداتا هذه كلها تسمى باكت. طيب الآن إيش الوظائف اللي تقوم فيها النتورك لاير؟ هي كالتالي. نتكلم الآن عن Network Layer. Network Layer الوظائف اللي تقوم فيها, أول شيء إنها تقوم بإضافة حاجة يسموها Logical Addressing اللي هو الاي بي ادرس. الاي بي ادرس هذا يقسم إلى 5 Classes A و B و C و D و E. طبعا في منه الاي بي Private وفي اللي هو Public IP Address, بنتكلم عليهم بالتفصيل بال موضوع اللي بنتكلم عليه في السبنتينج. إنما يعني اختصارا للموضوع, الاي بي ادرس هو عبارة عن عنوان انت تعطيه للجهاز تبعك, قد يكون بابليك وهذا يتم شراءه بفلوس, وقد يكون برايفت وهذا مجاني, يعني يكون داخل النتورك الداخلية تبعك. الاي بي ادرس هذول يتم اضافتهم في النتورك لاير حتى يتم معرفة السورس والديستنيشن. هذا الجهاز بيرسل لأي جهاز تحديدا, يبدأ بالسورس اي بي ادرس بعدين يحط الديستنيشن اي بي ادرس. هو يسموه اللوجيكال ادرسينج, ليش؟ لانه هذا الاي بي ادرس مش شيء ثابت, انت ممكن الان تستخدم هذا الاي بي ادرس بعد شوية تغيره باي بي ادرس تاني, يعني عادي ما فيش مشاكل. تاني شيء اللي هو الراوتينج. الراوتينج بكل بساطة, لنفترض انه في معي سيناريو بهذا الشكل, الجهاز A حابب انه يتواصل مع الجهاز B عن طريق شبكة الانترنت. في كثير من الراوترز اللي موجودة, طبعا عشان اعمل له راوتينج بشكل سليم المفترض الديستنيشن او الطريقة اللي بيمشي فيها بيختار الطريق اللي ماشي بجهة تبع البي. طيب كيف يعرف هذا؟ المسؤول عن انه اعطاء الديستنيشن السليم حتى يروح لي الريسيفر الصح, الديستنيشن الصح, هو عبارة عن راوتينج. انا اوجهه للطريقة الصحيحة بحيث انه يوصل للجهاز فعلا المطلوب مش لاي جهاز تاني. اللي يقوم بعملية الراوتينج هذه او التحديد هذه هي النتورك لاير. الان نكمل باللاير اللي وراها اللي هي عبارة عن داتا لينك لاير. داتا لينك لاير تاخد يعني الباكت كله على بعضه بالهيدر تبع ترانسبورت, بالهيدر تبع النتورك, وتضيف عليه كمان هيدر, وتضيف عليه كمان حاجة اللي هي يسموها CRC بنتكلم عليها للديتا. طبعا التغليف هذا كله يسمى بفريم. الآن الديتا اللي وصلت لين هنا تم تغليفها وأصبحت إيش؟ فريم. طيب إيش الشغلات اللي تقوم فيها الديتا لينك لاير؟ هي كالتالي. بالنسبة للديتا لينك أول شيء تبعي اللي هي الفريمينج. الفريمينج هو تغليف الديتا اللي اجت كباكت وتصبح فريمينج داخل الديتا لينك بالاضافات اللي بيتم اضافته داخل الديتا لينك. ثاني شيء هو اضافة الفيزيكال ادرسينج. احنا تكلمنا بالنتورك لاير انه في شيء لوجيكال ادرسينج, لوجيكال معناته انه يتغير من وقت للتاني, بينما الفيزيكال هو ثابت لا يمكن تغييره مهما حصل. ايش هو الفيزيكال ادرسينج هذا؟ هو الماك ادرس. الان انا في الماك ادرس هذا ايش بسوي؟ بأضيف شيء يسمونه ماك ادرس, بنتكلم عنه كمان بالتفصيل بدرس لوحده, ولكن يعني اختصارا الماك ادرس هو عبارة عن رقم معين يتم وضعه للأجهزة. كل جهاز عنده رقم ماك ادرس مختلف, يونيك يعني فريد, لا يمكن تلاقي جهازين يحملوا نفس الماك ادرس. بينما الاي بي ادرس ممكن تلاقي اكثر من جهاز يحملوا نفس الاي بي ادرس ولكن بشبكات مختلفة. أما الماك أدرس ولا جهاز يتم تصنيعه إلا ويعطوه ماك أدرس مختلف تماما, يعني التلفون هذا حقه الماك يونيك, ما فيش ولا جهاز بأي مكان في العالم نفس الرقم تبعه. نفس الشيء اللابتوب, هذا اللابتوب هذه القطعة لها ماك أدرس لحالة وهكذا.
اللي هو ملاحظ انه بهذا اللاير يتم اضافة اول شيء الديستنيشن وبعدين السورس. كل المرات كنا نضيف ايش بالسورس بورت وبعدين الديستنيشن بورت، سورس اي بي ادرس وبعدين ديستنيشن اي بي ادرس. هنا العكس، الديستنيشن ماك اول شيء بعدين السورس ماك. ليش؟ الان وصل الديتا، وصلت الى اخر مراحله، يعني الديتا لينك اصبحت قريبه من الفيزيكال وقت التحويل للبيتس وارساله. فاللي يهمني اكثر من هذه الديتا كلها الديستنيشن ولا السورس؟ الديستنيشن اللي انا بروح عليه هو اللي يهمني، لازم اشوفه اول من باب السرعه، اني بالاول الاقي الديستنيشن عشان اوصل له اسرع، بدل ما اشوف اول السورس وبعدين ارجع اشوف الديستنيشن. الان اصبحنا في الاماكن الاخيره اللي هي واصله لمكان الارسال، اللي هي في الطبقة الثانية، يعني آخر شيء عدينا كل الطبقات. فبالتالي من باب السرعة يجب وضع الديستنيشن قبل وبعدين السورس حتى يتمكن الوصول إلى الديستنيشن بشكل أسهل وأسرع. في يضيف على الداتا، يتم إضافة على الداتا اللي هو CRC. هذا CRC هذا هو المسؤول عن معرفة إذا ما كان في إيرور حصل بالداتا. الآن الداتا، الآن أنا قسمت 5 مثلا باكتس وتم ارسالهم، الخمسة هدول حصلت الاثنين منهم دامج مثلا، وكيف يعرف مين اللي حصل لها الدامج عشان يتم اعادة ارسال الديتا مرة تانية بالترانسبورت لاير؟ اللي يكتشف الخطأ احنا قلنا مين؟ الديتا لينك لاير، واللي يصححه هو ترانسبورت لاير. حتى تصحح ترانسبورت لاير وتعيد ارسال ما تم الخطأ فيه، لازم تكون عارفة أين اللي حصل فيه الأخطاء، أي باكتس هي اللي تضرر تحديدا وكم عددهم. المسؤول على هذا الكلام هو CRC اللي يتم وضعه في الديتا لينك لاير. طبعا هو يتم وضعه بناء على يعني معادلات معينة، إنما هي هذه هي وظيفته، إنه حتى يعرف إيش إذا كان فيه خطأ بالباكتس اللي وصلت. وصلت الباكتس الآن، الديتا كلها وصلت، يتأكد من إنه ما فيش أخطاء. إذا طلع في أخطاء يتم تغيير هذه القيمة تبع CRC بناء على الخطأ اللي ممكن يكون موجود، حتى لما توصل للديتا لا عند الترانسبورت لاير يتم تصحيح الخطأ بإعادة الإرسال. طبعا قلنا إنه هو يتبع مثلا معادلات معينة حتى يتم الحساب. اللي يحب يتعمق بهذا الشيء ممكن يقرأ عنه أكثر. طيب بعد كده عنده الايرور كنترول. قلنا الايرور كنترول هو المسؤول عليه CRC هذا، حتى يكتشف انه في خطا وبالتالي يتم اعاده ارسال الاخطاء في ترانسبورت لاير مره تانية. نقول انه اللي يكتشف الخطا هو الديتا لينك، بينما اللي يصحح الخطا هو ترانسبورت لاير، هو اللي يقوم باعاده الارسال. رابع شيء الاكسس كنترول. ساعات انه يحصل يتم جهازين يقوموا بالاتصال في نفس اللحظه على نفس اللينك، فاللي مسؤول على انه يعمل اكسس كنترول بحيث مين اللي هو يبدا بالارسال هي الديتا لينك لاير. يعني لما يكون في اثنين بنفس الوقت تعطي الاولويه لاي جهاز، المسؤوله على هذا الكلام هي الديتا لينك لاير. نوصل لاخر لاير اللي هي الفيزيكال لاير. الفيزيكال لاير وظيفته بشكل بسيط ان هي تحول كل الداتا اللي وصلت الى زيروز اند وانز عشان يتم ارساله عن طريق الترانسميشن ميديوم للديستنيشن. طبعا هنا كل شيء يتحول الى ايش؟ بيتس بهذا الشكل. هذا بالنسبه للجانب اللي موجود في السندر، يعني الان وصلت الداتا الى انها بيتس حتى يتم ارساله وتوصل للريسيفر بهذا الشكل. احنا بنتكلم على بيبقى لنا جزء اخير بالاو اس اي، بنتكلم على لما يوصل للريسيفر ايش يحصل للديتا حتى توصل للريسيفر بشكل سليم مثل ما ارسله السندر تماما.